اليوم ما تصدمتش لانه طلعت نوميني، ما خدمتش مليح في البرايم مع اني خدمت ايفال بزاف مليح بشهاده الاساتذه والطلاب اللي كانوا معايا. والصدمه كانت لاصحابي ما كانتش ليا، لانه انا توقعت هذا الشيء. من اصحابي توقعوا انه عملت ايفال مليح خلاص ما راحش نطلع نوميني. لا، المطلوب منا انه نخدمه مليح في الايفال ونخدمه مليح في البرايم، وانا مثل ما شفتوا ما عملتش مليح. ما عليه، اي شيء نعملوه نتحاسبوا عليه، وان شاء الله تكون اخر مره نطلع فيها نوميني ونقولها درها صبر عليا اللي جاي واعر واعر بزاف. استني برك نرجع وما راحش نخلي لك ولا فرصه انك تطلعيني نوميني. محمد سعد ومرتضى يعني قوايا، يعني في كلش، يعني صوت، حضور، شخصية، يعني يستاهلوا أنهم يرجعوا، ما يستاهلوا أنهم يطلعوا. ومش بس هما، يعني حتى الطلاب اللي معايا أصحابي كلنا صعبين. عن نفسي أنا متوقع أنه الجمهور رح يرجعني، مو رفقاتي، ما بعرف ليش، بس إحساسي أنه أكثر أنه الجمهور رح يرجعني بإذن الله. بحس أنه يمكن سعد، يعني لأنه أكثر شخص متقرب من الكل، فلو كان معي أو مع مرتضى فأكيد سعد رح يرجع. بما أنه أنا طلعت نوميني وحبيت أقدم شيء لبلادي نغني لهم. في منامينا حلام وأنا ينوم وأنا ينوم كي الجزائر كثير بحبها، وتمنيت انه اغنيها وحققت امنيتي. في اثنين حوايج ظريفين بزاف وضحكوني بزاف، انه توقعاتي بالنومينيز البارح. قول انا وسعد ومرتضى، انا وسعد ومرتضى، يعني طلعت النتيجه مثل ما توقعت لي اول مره. ثاني شيء انه فيكتور راح يعمل لي شعري. شعراتي حلوين. هذا اثنين اشياء خلوني انبسط. بس بليز إذا حابين تشوفوني أعمل مقالب في الشباب، حابين تشوفوني أبقى في الأكاديمية وشايفيني أنه أستاهل، حابين تشوفوا إيفايلاتي اللي دايماً أصدم بها اللجنة وبتعجبهم أكثر، صوتوا لي على رقم 2. نحبكم بزاف.